رمضان ومرضى القلب اللي خصنا نعرفوا الاصل في الاشياء هي الاباحه، ستادير انهم ممكن، وخاص الناس اللي مريضه دونك مرضى الاغلبيه ديال مرضى القلب انها تصوم، ما كاين حتى شي مشكل. فما يمكن الصيام الا انه يكون شيء ايجابي ويعود بالنفع على الجسم بشكل عام وعلى القلب والشرايين والاوعيه الدمويه بشكل خاص. غير هو خصنا نعرفوا بان هاد المرضى هادو ممكن اننا نصنفوهم الى فئتين. الفئه الاولى واللي كتشكل واحد النسبه كبيره لو ما بين 80 حتى 90% ديال المرضى اللي تعانيوا من امراض واللي ما كتكونش متقدمه لدرجه ان الوظيفه ديال القلب ديال العضله ديال القلب كتفقد، يعني ان هادو الناس كيعانيوا من امراض القلب ولكن العضله ديال القلب باقا محافظه على الوظيفه ديالها وكتامنها بشكل طبيعي. الوغ هاد النوع ديال الناس تيمكن لهم انهم يصوموا، كيمكن لهم انهم يديروا لي زاكتيفيتي كوتيديان ديالهم بدون اي مشكل، مع احترام الاخذ ديال الادويه ديالهم اللي كيوصفها لهم الطبيب المعالج، لانه بشكل منتظم وفي حاله لبس في اي اخذ في لبس في الادويه او لا في اي حاجه يستشروا الطبيب ديالهم بيان سور. الفئه الثانيه هي الفئه اللي كتعاني من امراض القلب اللي كتكون في واحد مرحله متطوره بحيث ان العضله القلب تتفقد بشكل كبير الوظيفه ديالها. هاد الناس هادو تيكونوا تياخذوا الدواء بشكل كثير، يعني سون بولي ميديكي كياخذوا بزاف ديال الادويه، تيكونوا باستمرار تيعانيوا من عياء كبير، ما تيقدوش يديروا لي زاكتيفيتي ديالهم بشكل عادي. هذه في الحاله العاديه. دونك هاد الناس هادو من الافضل ليهم وتنصحوهم بانهم يتجنبوا الصيام، بالخصوص بان في غالبيه الاحيان ما تنكونوا تيكونوا تياخذوا واحد النوع ديال الدواء اللي هو مدير للبول لازيليكس، واللي كي ما كيمشي شيء او اللي كيقدر الى الشخص صام هو تياخذ هاد الدواء يتعرض لحاله اجتفاف وبالتالي مشاكل ديال الكلي اللي كتزاد على مشاكل القلب واللي من شأنها أنها تعرض الحياة ديال الشخص للخطر. دونك كما قلنا الفئة الأولى أنها ممكن تصوم شريطة دائما تاخذ الأدوية ديالها، والحمد لله دابا الأدوية اللي كتعطى كنعطيوها مرة واحدة في النهار لأن المفعول ديالها كيدوم 24 ساعة، يعني التفريق ديال الدواء ديالهم أولا كنقسموه ما بين سحور وفطور. دونك هادشي كيتم كيتناقش مع الطبيب اللي تيكون متابع الحالة وتيكون عارفها بشكل جيد. ألوغ الفئة الأخرى اللي كتعاني كما قلنا من نقص أو في ضعف في عضلة القلب، فهادو ناس من الأفضل لهم أنهم ما يصوموش.